انت حين حطوك مسؤول في مكان معين، هذا المكان فيه 150 ألف تخصص، كلهم تفهم فيهم ما تفهم فيهم، حاطينك اداري على المكان، فتتدخل في كل تخصص الجوجل ما قدر عليه، انت بتقدر؟ وانت اذا سويت كذي والزمت افكارك على الموظفين اللي موجودين انت عطلتهم. اول شيء عطلتهم شنو؟ بتسالني بشنو؟ حبطتهم، كسرت مياديفهم، كرحتهم في الشغله اللي هم فيها. جايبينك تمشي الشغل ولا جايبينك توقف الدنيا؟ ترى رايك كلش مو بواو، لان انت مو متخصص في كل شيء، يا تخصصك. لا 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 اصبر، رد محله. اي بس المقدمه ردها ان شاء الله. لا لا رجع، اصبر 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 بس ما يصير. انت شوف الهيدروم سوى اندر روم، اي قلب الشاشه تعرفت مونتاج اصلا. اي سامحني سوي اللي اقول لك. شوف هذه المقدمه، لا خلت ادري الالوان، بدل الالوان. الالوان شنها مو بزينه، انا مسؤول وعارف. ان شاء الله ان شاء الله دام مسؤول عارف كل شيء. انا الموظف. اي لا تدري، ارجع مره ثانيه، ارجع عيده حط ميكي اخر شيء. نعم انسان مو كامل، وتعاني من بعض نقصان، ولكن صحح اخطائك وحط عينك على النشان.